يبحث هؤلاء الرجال عن أسمائهم عند بوابة مركز الاقتراع. من هنا تبدأ خطوات التصويت في أربيل شمالي العراق. بعدها يتوجه الناخبون نحو موظفي المحطات للتأكد من بطاقتهم الانتخابية عبر أجهزة تستخدم لأول مرة قبل أن يسمح للناخب بالتصويت وإيداع ورقته الانتخابية في صندوق يحوي جهازا للعد والفرز إلكترونيا. من أعطى صوته اليوم ينتظر الكثير ممن سيكونون ممثليه في البرلمان الاتحادي. أكملنا الانتخاب والحمد لله، نأمل أن تكون الأوضاع بعد الانتخابات أفضل وأن يتفق السياسيون على تشكيل حكومة وأن تعطينا بغداد حقوقنا. الانتخابات تسير بشكل جيد، نحن كشعب لا نرغب بأن يأخذ أحد حقوقنا، نتمنى أن تتحسن الأوضاع في الإقليم. مراقبو الكيانات السياسية كانت لهم مآخذ على أداء الأجهزة الخاصة بالمفوضية من عطل بعضها وتأخر أخرى، وانتهاء بكفاءة كوادرها العاملين على هذه الأجهزة. بعض الأجهزة من الصبح بعض الأجهزة ما قام يشتغل، فخلال ساعة ساعة ونص يلا صلحوا الأجهزة. وعندنا يعني ملاحظة أنه الناس اللي يجون يعني يحتاجون إلى 3 دقائق على ما ينطي صوت، يعني إذا يصير كثافة الناس يجون بشكل كثيف فيمكن يتأخر، يجوز الناس ما يقدرون يعني ما يلحقون أنه يصوتون. بالمقابل تقول المفوضية أنها تعاملت مع التلكوات بشكل سريع وعاد جميع الأجهزة إلى العمل في 498 مركزاً انتخابياً في أربيل. إعلان النتائج سوف يكون عد وفرز إلكتروني، يزود نسخة من نتائج المحطة إلى الكيانات السياسية ويعلق في المحطة، ويرسل جميع النتائج إلى بغداد المكتب الوطني، وهناك المجلس يقرر إعلان جميع النتائج. أكثر من 1,300,000 شخص يحق لهم الانتخاب في أربيل، من بينهم نازحون سمح لهم بالتصويت في مراكز خاصة أعدت لهم. بعد إغلاق صناديق الاقتراع مساء اليوم تبدأ مرحلة جديدة عنوانها انتظار نتائج الانتخابات، ومن ثم الانتقال إلى ماراثون تشكيل الحكومة الجديدة لمن ينجح في جمع الغالبية النيابية، والتي غالبا ما تكون بتحالفات سياسية يستغرق التوافق عليها أشهرا عدة. أحمد سعيد، تي آر تي العربية، أربيل.